مساءكم خير، وزي ما احنا بدأنا وحاسين ومكملين بأنه من امبارح احنا كمصريين مبسوطين وراضيين ومتأكدين أننا أبطال العمل تحت ضغط وأبطال الظروف الصعبة، وحطنا في أصعب ظروف تلاقينا بنسد ويمكن بنشتغل أحسن كمان ألف مرة من الظروف العادية والمثالية. إحنا تركيبتنا كده. الفرحة من امبارح مضاعفة، يمكن كان جزء من الجزء الأساسي من الفرحة الانتصار، لكن كان جزء كبير الصعوبات والعكوسات إذا صح التعبير، والظلم التحكيمي وغياب اللاعبين والإصابات. كل المعايير دي بتقول لك إنها مقدمات ممكن تؤدي إلى نتائج مش في صالح المنتخب المصري، لكننا انتصرنا وفرحنا. وبرضو زي ما كنت بقول لحضراتكم من دقايق، تحس كده إنه في حالة من الاهتمام بالدروس المستفادة. حتى كارلوس كيروش نفسه راجل عمال يقول لك دروس مستفادة وفرحان ومبسوط ونشاطه زايد على تويتر، رغم إنه تعرض هو كمان لتعسف تحكيمي وظلم تحكيمي يبين، وفكرة إنه تطرد مدرب الفريق وتمنعه من إنه يحضر مباراة النهائي. بمناسبة الطرد، كارلوس كيروش قال أنا على استعداد لدفع ثمن هذه العقوبة الفظيعة وغير العادلة التي يترتب عليها التغيب عن النهائي. طبعا هو هيتغيب عن الحضور في على الدكه يعني في النهائي، لكن مستحيل انه يتغيب عن الماتش، هيكون موجود وهيكون متابع وهيكون بيدي ارشاداته. كمان كارلوس كيروش اتكلم عن الدفاع وقوه الدفاع وخططه الدفاعيه اللي سماها خطه العنكبوت، وتفاصيل كتير بقى من امبارح احنا متابعينها عن إصابات وغيابات وإشاعات بقى وكلام كتير. خلونا نفهم تفاصيله من كابتن محمد مراد الناقد الرياضي. مساء الخير كابتن محمد، وألف مبروك لمصر. أنا عارفة أنها طبعا فات عليها كده بتاع 12 ساعة، بس ما زالت صالحة لحد يوم الحد، مش كده؟ يعني بالظبط يا زينة، كل سنة وحضرتك طيبة، وببارك لك على البرنامج. أول مرة أدخل معاكي، يعني إن شاء الله بتقدم حاجة كويسة وحاجة مميزة. زي ما انت حضرتك قلت، فعلا كل الكلام اللي قلتيه صح. الفوز بعد ظلم وتعنت، وان معظم الجهات المسؤوله عن البطوله كلها ضدك، سواء بقى بدايه من الكاف او بدايه حتى من رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، اللي الحقيقه اللي اطلق تصريح انا مستغرب الحقيقه ان هو يطلع من اللعيب او نجم بحجم صامويل إيتو، ان هو داخل ماتش ان هو بيقول حرب. تصريح كان في خارج محله خالص. طبعا لو هنبتدي من الحرب النفسيه اللي بدت على منتخب مصر، هنبتدي بموضوع المساحات. لما طلبنا ان احنا نعمل مساحات خاصه في احد المعامل، الحقيقه جه الرفض من كل المعامل اللي موجوده في الكاميرون، ودي حاجه غريبه. يعني لو هم موجودين في مصر، اعتقد ان اي معمل هيعمل لهم، ما حدش هيتعنت معاهم في حاجه زي كده. المسحه وصلت بعد كده لحوالي 180 او 200 دولار، وده رقم مغالي جدا. بعد كل المحاولات اللي هي صعب مش تعجز يعني. طبعا يعني بقت بالفشل طبعا. ثاني حاجه الموضوع بكاري جسامه طبعا، واحنا لينا وقايه مع الحكم بكاري جسامه، والحقيقه مش عايز اقول لفظ يعني خارج شويه، ان هو معروف سمعته سيئه يعني في الماتشات او الماتشات الصعبه او الماتشات اللي عايزه يعني الجهه عايزه تديها لحد معين، فبتجيب بكاري جسامه. فده كان سبب الازمه، والحمد لله اتحاد الكوره يعني لعب دور كويس في الموضوع ده وضغط، وبدا يبعت اعتراضات على الحكم بكاري جسامه اللي كان الحقيقه امبارح متحامل. انا كنت موجود في الماتش، يعني متحامل على لعيبه المنتخب ومتحامل على انا عايزه بكلام حضرتك اللي فعلا بيلخص كل الصعوبات الغير معقوله اللي حصلت معانا في ماتش الكاميرون. سؤالي هنا، واحدة من الحاجات اللي بتميز كرة القدم هي القوانين، والقوانين الصارمة والتي تطبق على الكل. ايه موقف الكاف من عدد كبير جدا من المخالفات، او ايه شكل المحاسبة او المطالبة اللي المفروض يعني انه الكرة المصرية، اتحاد الكرة المصرية يكون بيتقدم بلستة مخالفات كده حصلت مع الفريق المصري ويتم التحقيق فيها؟ ده وارد؟ هل ده وارد ممكن يتم حسمه قبل يوم الحد مثلا، ولا ده بقى نتحاسب فيه بعد البطوله؟ لا يعني في بعض الامور، يعني مثلا بعد ماتش المغرب كان في ايقاف للاعب مروان داوود، وروجير اللي هو المدرب المساعد مع كارلوس كيروش تم الرد. يعني بيبقى في اجتماعات اول باول بعد كل جوله. ماتش المغرب يعني خلاص مروان داوود هو موجود مع المنتخب، تم رفع الايقاف عنه مبارتين. كان في غرامه الحقيقه اللي هي 100,000 دولار على كارلوس كيروش وعلى عمرو السودان ان هم ما حضروش المؤتمر الصحفي، ودي غرامه مغالى فيها يعني جدا جدا،
اول مره نشوف رقم ده. تم الكاف وافق على تخفيض الغرامه، بقت 50000 دولار، 25000 تندفع دلوقتي و 25000 معلقه، ان هو في حاله تكرار الخطا بعدم وجود ذهاب مثلا كارلوس كروش للمؤتمر الصحفي، فبالتالي تم تخفيض العقوبه. كارلوس كروش ان هو يعني الاتحاد الكره طبعا قدم التماس على العقوبه اللي موقعها على كارلوس كروش، اللي هو ايقاف مباراتين وغرامه 10000 دولار، ودي غرامه ماليه كبيره جدا. يعني هو في الطبيعي بيبقى يتم ايقاف، المفروض في حاجه زي دي خلاص انت طردت كارلوس كروش الماتش، خلاص الماتش اللي بعديه يبقى موجود. المدير الفني ما بيتعاملش معامله اللاعب ان هو خلاص خد طرد احمر يبقى يغيب على الماتش الثاني. فبالتالي في يعني الحقيقه يعني ضغط كبير جدا على منتخب مصر، في عدم عداله في بعض القرارات زي منها اللي انا قلت لحضرتك عليها يا استاذ دينا، اللي هو كارلوس كروش خلاص انت طردت في ماتش خلاص يبقى الماتش الثاني تبقى موجود، لكن ايقافه ماتشين وغرامه 10000 دولار يعني دي حاجه يعني تؤكد لك ان في نوع من التعسف على المنتخب المصري. في يعني في زي ما قلت لحضرتك الاتحاد الكره تقدم بتظلم على القرارات دي، لكن هيتم الفصل فيها بكره، لكن اعتقد نسبه كبيره خلاص القرارات دي هتبقى شبه نهائيه، وكارلوس كروش هيجيب على الماتش النهائي. كابتن ديار سيد ومحمد شوقي هم اللي هيتبدلوا منصب المدير الفني المؤقت على الدكه، حتى ويبقى فيه زي ما حضرتك انت قلتي كارلوس كروش موجود في قلب الملعب، ويبقى فيه اداه تواصل بينه وبين الجهاز المعاون هيقدر يتواصل. انا بقى بمناسبه التواصل والقياده في سؤال مش قادره ما اسالوش لحضرتك، يعني الاقاويل والتفسيرات اللي بتتكلم عن روح صلاح القياديه وعن وجود صلاح القيادي وعن تحول اداء الفريق بعد ما صلاح خد مكانه كده في القياده، وتحول حتى سلوك صلاح محمد صلاح يعني في الملعب، هل انت بتأيد الفكره دي؟ وهل ده ممكن انه ووارد انه يحصل في وجود كارلوس كيروش ومحمد صلاح؟ يعني احكي لي شكل الكواليس دي او مدى صحه الطرح ده. يعني محمد صلاح بعيدا عن ان هو قائد منتخب مصر، يعني محمد صلاح من اول يعني من اللعيبه القليله قوي اللي انضموا لمنتخب مصر، بيبقى ليهم روح، بيبقى ليهم يعني اللعيبه بتحبهم، يعني حتى قبل ما يحترف سواء بقى بازل السويسري او بعد كده تشيلسي وبعد كده روما وبعد كده ليفربول، والالقاب والارقام القياسيه اللي بيحققها صلاح الحقيقه بيحظى بحب وثقه وتأييد يعني زملائه في الفريق الحقيقه من زمان، يعني حتى لو هنرجع شويه كده ورا استاذينا بطوله 2017 كان وجود لعيبه كبيره جدا في المنتخب وقتها، احمد فتحي وكان عصام الحضري لسه بيلعب وشناوي واكرامي، كان هو محمد صلاح بيقعد يتكلم مع اللعيبه، بيقعد يقود اللعيبه، بيقعد يحفز اللعيبه. فمحمد صلاح يعني قائد من صغره، يعني مش ما كانش محتاج شاره القياده، وجوده في الملعب طبعا يعني بيفرق وبيدي اهميه كبيره جدا 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 لمنتخب مصر. وجوده ككابتن فريق، بس انا بقصد وجوده كحد تكتيكي، كحد بيتدخل في شكل اللعب، في اختيارات اللاعبين، في تسكين اللاعبين، هل ده وارد؟ لا يعني تشكيل اللعيبه ان هو بيختار اللعيبه، بيختار مثلا لعيبه معينه بيتاخر في التشكيل والحاجات دي، لا اعتقد الموضوع صعب شويه على صلاح. يعني صلاح ما بيتدخلش في الامور دي، يعني صعب، لكن وجوده في الملعب انا ببقى موجود، يعني معظم ماتشات الكاميرون كنت موجود فيها، صلاح على طول بتلاقي معاه اثنين او ثلاث لعيبه بيراقبوه، فده بيخفف الضغط على اللعيبه اللي جنبه. يعني صلاح حتى لو يعني الناس مع احترامي يعني شايفه ان صلاح ثالث افضل لاعب في العالم، شايفينه سوبرمان اللي هو لازم ياخد الكره من الجون يجيب جون، يعني هو يعني اكيد صح. حد بيلعب في فريق محمد صلاح هيسمع كلامه، هيحبه يعني. وهو امبارح كان ليه دور تحفيزي، والفيديو المنتشر ليه بتاع هنكسب هنكسب هنيجي على نفسنا ونكسب، ده في حد ذاته حماس. صلاح الحقيقه يعني قيمه وقامه كبيره، بعيد عن بقى ان هو نجم ليفربول، بعيد عن ان هو ثالث افضل لاعب في العالم، الحقيقه لعيب ملتزم جدا جدا، لعيب يعني على طول حتى اي لعيب بينضم جديد للمنتخب تلاقي هو اول واحد بيقعد معاه ويحفزه ويتكلم معاه، لعيب ملتزم جدا في مواعيده، يعني اول يعني هو كابتن حتى هو قبل ما يبقى قائد الفريق يعني بيبقى مثلا الاجتماعات او الاجتماعات مع الجهاز الفني واللعيبه اول واحد بيبقى موجود هو، اي لعيب ثاني مكانه مع يعني في بعض اللعيبه مش عايز اذكر اسامي بيتعامل ان هو مثلا نجم ينزل اخر واحد، ينزل متاخر على الاتوبيس، ينزل متاخر على الملعب على وقت التدريب. صلاح الحقيقه في الحاجات دي مش موجوده عنده، فصلاح يعني هو زي ما قلت لحضرتك لا هو صلاح يعني محتاج حلقات، لكن عايز اسال، بما انه حضرتك بتاكد انه فكره لا صعب ومش وارد يكون بيتدخل في التشكيل، طيب اختيارات كارلوس كيروش اللي بدت اكثر تعقلا واكثر قبولا في الماتشين الاخرى، تقول اننا كمان عايزين نسال على مين هيبقى قدام ساديو ماني مثلا؟ تمام، يعني السؤال الاولاني الماتش اللي جاي، لانه طبعا برضو في اصابات وفي غياب.
ده سؤال مهم جدا، بس اجاوب على السؤال الاولاني ان كارلوس كيروش بدا يعني بدا تشكيله وبدا يبقى مفهوم للناس، لان اعتقد ان خلاص كارلوس كيروش بدا يفهم طبيعه اللعيبه المصريين وبدا يفهم طب مستوى اللعيبه المصريين. كيروش كان معذور في حاجه معينه زي دي، ان هو اول ماتش ليه جه هنا في مصر كان ماتش السوبر المصري بين الاهلي وطلائع الجيش. الحقيقه كان يعني الكلام ده على لسان جهاز المعاودي ان هو الراجل شاف مستوى اللعيبه يعني كان سيء قوي في الماتش ده، ماتش الاهلي وطلائع الجيش، فبدا يتجه للاعيبه المحترفين، واي وحتى طلب منهم ان اي لعيب محترف سواء معروف او مش معروف ينضم لمنتخب مصر، فبالتالي كان هو عنده انحياز للاعيبه المحترفين. لكن دلوقتي بدا يفهم طبيعه اللعيبه المصريين، بدا يعرف اللعيبه المصريين، يعني عنده طبعا يعني الحمد لله دلوقتي عنده جرأه ان هو يختار بعض اللعيبه. يعني محمد عبد المنعم شايف ان هو من افضل مكاسب منتخب مصر في البطوله، اللي هو المدافع المتاكل اللي انضم للنادي الاهلي مؤخرا. احمد فتوح شايفه افضل لعيب في البطوله. هاجي حضرتك السؤال الثاني، مين اللي هيمسك ساديو ماني؟ لغايه دلوقتي في يعني مشاورات، والاقرب لغايه دلوقتي ان ممكن محمد عبد المنعم يبقى ظهير ايمن في ماتش السنغال، ومحمود الونش وجنبه ايمن اشرف يبقوا مساكين، على اساس ان محمد عبد المنعم بيقدر يعني يبقى يقدر يوقف خطوره ساديو ماني. طبعا المنتخب السنغالي بيعتمد عليها بنسبه كبيره جدا، لكن كل دي مشاورات. الحل الثاني ان امام عاشور يعني اللي ظهر او اللي شارك في ماتش الكاميرون الاخير وظهر مستوى كويس، كان اول يعني اذا حتى يعني دي احنا جاهزين لها، حتى انه يعني اسم قوي واسم كبير وممكن يكون طبعا ليه احتياطاته وتكتيكاته الخاصه. اخيرا لازم اسال حضرتك عن ازمه محمد شريف، او اللي احنا حسيناه او كلنا بصراحه تعاطفنا مع محمد شريف وخروجه السريع. هل تم احتواء الموضوع؟ ومين اللي قام بالحكايه دي؟ كارلوس كيروش قدر يعني يعديها مع لاعب مميز زي محمد شريف؟ يعني زي ما حضرتك قلت زين، فعلا يعني تغيير كان في غير محله، يعني اللعيب لسه نازل وبعدها في اقل من دقايق يروح جاي يتغير تاني، فطبعا موقف صعب على اللعيب. يعني حتى برضه واحنا موجودين في المدرج يعني كان في نوع من الغضب طبعا من الجماهير على تغيير محمد شريف. لكن الحقيقه بعد الماتش على طول، بعد الماتش ما خلص واللعيبه كلها بتحتفل، كارلوس كيروش اول واحد نزل جرى عليه وحضنه محمد شريف. يعني ده يعني الراجل مقدر او فاهم حجم اللي هو الموضوع اللي حصل، فتم خلاص الموضوع اتحل في الملعب. يعني كارلوس كيروش يعني ما حضنوش مثلا وسبق، لا حضنه وكل دلوقتي معاه اتكلم معاه مثلا 10 ثواني كده ولا حاجه. فمحمد شريف طبعا تفهم الموقف. انا حاسه الموضوع كان انساني اكتر، ما كانش انفعالي يعني. دي حقيقه يعني، لا هو الموضوع يعني كان زيزو رقم واحد في ضربات الجزاء فلازم يغير، فهيغير مين يعني؟ حتى يعني احنا قعدنا نحسبها برده في الملعب، طب ليه ما غيرش كده؟ فهو كان اقرب تغيير الحقيقه فعلا كان يتعمل كان محمد شريف. يعني كان ما كانش ينفع يغير صلاح، ما كانش ينفع يغير مثلا عثمان صبحي، نزل غير الماتش، ما ينفعش يغير اللعيبه اللي لسه نازلين فتوح، الناس اللي هي واعتقد بعد الفوز بتختفي التفاصيل وبيبقى كله فرحان وكله بينسى حتى موقعه كان من ايه من النجاح، لكنه نجحنا. اخيرا توقعاتك بقى كابتن محمد مراد؟ يعني ماتش صعب قوي يا زينة، توقعاتك ان شاء الله باذن الله انا يعني الكوره او البطوله عايزه منتخب مصر من اول البطوله، يعني الحمد لله ماشيين بخطوات كويسه. هل هنلعب بخطه العنكبوت برضو ونستنى ضربات جزاء ولا مش هتبقى في صالحنا؟ بص هو يعني هو طبعا يعني الراجل يعني نتيجه الماتش هي اللي بتخليكي تفكري في خطه اللعب. يعني مثلا ماتش المغرب في اول دقايق جالهم ضرب جزاء وجابوا جون، فاعتقد ان طريقه او سيناريو الماتش هو اللي هيحدد الخطه اللي بتلعبها. لكن كارلوس مش على طول خطته ثابته، دي 4 3 3 ما بيغيرهاش، وشايف ان دي حاجه كويسه الحقيقه. اللعيبه بداوا يحفظوا بعض، بداوا يفهموا بعض، والحمد لله عندنا لعيبه مميزه تقدر تطبق اي خطه. عندنا لعيبه يعني بخلاف صراحه الناس زي رمضان صبحي، فباذن الله ماتش صعب جدا، بس باذن الله هنرجع باللقب يوم الاحد باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد مراد الناقد الرياضي.